بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بالفيديو هذا رح نشرح تحضيره جديده اللي هي رح نعمل preparation ل oil and water semi solid cream اللي هو المعروف يعني اللي هو vanishing cream اللي حضرناه في اللاب. طبعا لازم نحكي عن الاختلاف الاساسي بينه وبين الكولد كريم، انه ذكر ان الكولد كريم كان water in oil، يعني كان الكونتينيوس فيس في الكولد كريم اويل والديسبيرست فيس هو الووتر. ولاحظنا كمان انه كميه الاويل اللي كانت اكبر طبعا كانت من كميه الووتر. هون الفانيشينج كريم هو العكس، هو اويل ان ووتر سيمي سوليد كريم، يعني نفس الفكره. الديسبيرست فيس راح يكون هون اويل بدلا من الووتر لما نقارنه مع الكولد كريم. فلو اعتبرنا انه هذا الديسبيرست فيس، هذا اكيد راح يكون الاويل، والكونتينيوس فيس راح يكون الووتر. يعني الميجر فيس في الفانيشينج كريم راح يكون الووتر. تمام. طبعا طريقه التحضير تقريبا مشابهه جدا لتحضير الكولد كريم. البروسيجر راح يكون اللي هو ديسبنس 20 جرام، وممكن يتغير الرقم، يعني شو ما يتغير الرقم راح تتغير قيم، بما انه معطيني نسب فقط راح اضرب بالنسبه. نفترض انه 20 جرام من الفانيشينج كريم، نذكر انه هو oil and water cream. طبعا الانجريدينتس راح تكون white beeswax، طبعا اكيد هي ماده solid واكيد oily. تمام. الستايل الكحول، يعني ستايل الكحول، بس هنا ننتبه انه هاي الماده مش ليكويد، هاي الماده solid ايضا، وايضا من راح تكون ضمن الاويل بارت مثل ما شرحنا بالكولد كريم. البروبيلين جلايكول هاي الماده راح تكون ليكويد وايضا ضمن الاويل بارت. طبعا نفس الشيء راح نقسم التحضير لجزئين، الجزء اللي راح يكون اويل بارت والجزء اللي راح يكون ووتر بارت اللي احطه على جهه ثانيه. طبعا هدول اول ثلاث من المكونات راح تكون ضمن الاويل بارت. الان عندي الووتر والصوديوم لورال سلفيت اللي هو الاس ال اس، طبعا بنسب معينه. نلاحظ انه لو جمعنا مثلا نسب الاويل بارت كلهم راح يطلعوا 26%، بينما الووتر مثل ما شايفين يعني ماخذ الميجر انجريدينت، لانه هذا عندي اويل ان ووتر كريم، فالووتر هو الكونتينيوس فيس راح يكون الميجر. لان طريقه التحضير مشابهه للكولد كريم، راح اجيب الاويل انجريدينت اللي هم الوايت بيز واكس، الستايل الكحول والبروبيلين جلايكول، راح اخذ منهم كميات حسب النسب المعطى. طبعا الوايت بيز واكس بما انه سوليد 1% يعني راح اوزن منه 0.2 جرام. الستايل الكحول ايضا اتفقنا انها ماده سوليد، 15% بضربها بال 20 اللي انا بدي احضرها، راح تطلع 3 جرام راح اضيفها، طبعا بوزنها على الميزان. هلا بالنسبه للبروبيلين جلايكول، هاي ماده ليكويد فراح اضيفها على شكل فوليوم. هلا بامكاني مثلا اني مثلا اصفر الميزان على الكروسوبل واضيف بروبيلين جلايكول، طبعا الكميه راح تطلع 2 جرام، ولكن بطريقه اسرع لك. يعني بالنسبه للبروبيلين جلايكول، يعني الدنسيتي للبروبيلين جلايكول اذا بدي اضيفه على شكل ميلز، يعني الدنسيتي قريبه جدا من الواحد، يعني دنسيتي للبروبيلين جلايكول تقريبا 1.04 جرام بير ميل، فتقريبا يعني بقدر اضيف من البروبيلين جلايكول 2 ميل. تمام. فاذا كان معك وقت يعني تتاكد من الوزنه، ولكن ايضا صحيح اني اضيف 2 ميل لانه الدنسيتي قريبه جدا للواحد. طبعا هدول الاويل بارتس او الاويل ماتيريال راح احطهم بالكروسبل اللي هيك شكله تقريبا. تمام. راح احطهم بالكروسبل، بعدين انقلهم على الووتر باث. طبعا هدول سوليد لازم يصير لهم فيوجن كامل لحتى يتحولوا لليكويد فيس. في هاي الفتره طبعا بحطهم عند درجه حراره تقريبا 70 سلسيوس، وبستناهم لحتى يصير لهم فيوجن. في هذا الوقت راح اجيب بيكر واحضر فيه الووتر بارت. طبعا الووتر نسبته 72%، يعني ما يقارب 14.4 جرام. طبعا اكيد مش راح اوزن الووتر يعني، لانه الدنسيتي له واحد، بضيف بالجراديويتد سلندر كميه الووتر على البيكر. تمام. بعدين باجي على الصوديوم لورال سلفيت اللي هو الاس ال اس، راح اضيف 2% مضروب بال 20 يعني 0.4 جرام. طبعا هاي الماده سوليد اكيد راح تكون، راح اضيفها هون على الووتر واخلطها. طبعا هون البريزرفاتيف اللي راح نستخدمه هو البنزويك اسيد،
هو البنزويك أسيد. طبعا البنزويك أسيد هون حاط لي كيو أس. كيو أس يعني إنه مثل ما نحكي إنه بس إنه ضيف بريزيرفاتيف، يعني خلي تحضيرتك فيها بريزيرفاتيف، مش محدد لي كم الكمية، بس أنا بهاي التحضيرة راح أضيف 0.04 جرام. يعني كيو أس إنه أهم شيء إنه يكون بتحضيرتك بريزيرفاتيف، يعني ضيف كمية قليلة يعني. تمام، طبعا أنا حنضيف كمية من البنزويك أسيد السوليد، يعني مش راح تأثر على الوزن النهائي، يعني 0.04 جرام. تمام، بس الأهم إني إيش، إني أكون ضفت على تحضيرتي بريزيرفاتيف. تمام، فإحنا راح نضيف 0.04 جرام من البنزويك أسيد، بنوزنها وبنضيفها. فبالتالي الأويل الموجود بالووتر باث، الكريسبل الموجود بالووتر باث، موجود فيه الأويل بارت اللي هم الوايت بيز واتس اللي حكينا سوليد ووزناه، ستايل الكهول نفس الشيء، وضفنا من البروبيلين جلايكول اللي راح يكون ليكويد 2 مل او اذا بدنا بنوزن 2 جرام. الان بنستنى، هلا بما انه الكريسبل موجود بالووتر باث وبنستنى انه يصير فيوجن للانجريدينت، طبعا راح ننقل البيكر على الووتر باث لحتى يصيروا الاثنين عند نفس درجه الحراره. تمام، بعد ما يصير فيوجن كامل للاويلي ماتيريال راح نضيف الووتر يعني الشغلات اللي بالبيكر على الكريسبل مش العكس. تمام، فبنضيف الووتر فيس على الاويلي فيس، طبعا ما راح نضيفها مره واحده، راح نضيفها يعني جرادجولي مع جنتلي ميكسينج، نحرك بسباتشولا او بسترينج رود. الان بس يصير الخليط عندي هوموجينيس كامل، اضيف كميه الووتر الكامله ويصير الخليط عندي هوموجينيس، بطلعه من الووتر باث بحطه على البنش، بضل اعمل تحريك خفيف يعني مع تبريد بطيء، يعني ما بدنا نبرده مره واحده، يعني درجة الحرارة تقريبا تبعت الغرفة راح تبرده بشكل جيد. بضل اعمل تحريك لحد ما يتحضر عندي الفانيشينج كريم، طبعا راح يصير بسكس وياخذ لون كريمي. هيك بتكون جهزت عندي التحضيرة بالانجريدينت المطلوبة. الجزء العملي من التجربة بحكي لي ديسبنس 20 جرام اوف فانيش كريم. الفانيش كريم هو اويل اند ووتر. راح نحتاج لهي التجربة الوايت بيز واكس، استيتال الكحول، بروبيلين جلايكول، صوديوم لوري سلفيت الاس ال اس، بريزرفاتيف والووتر. طبعا من النسب احنا طلعنا الوزنات ووزناهم اللي راح نحتاجهم. في عندي الاويلي فيز اللي هي الوايت بيز واكس مع استيتايل الكحول برين جلايكول، والووتر فيز اللي هم الاس ال اس مع البنزويك اسيد والووتر. طبعا زي ما لاحظنا انه احنا الكريم اللي بدنا نحضره هو اويل ان ووتر، لهيك طالما الووتر هي الكونتينوس فيز فبنلاحظ انه كميه الووتر كانت اكثر. هلا راح نحط الاويلي فيز بالكروسبل، ستايل الكحول، البيز واكس والبروبيلين جلايكول، وراح نحطهم بالووتر بس. راح نستنى لبل ما يدوبوا، بهاي اللحظه راح نحضر فيها الووتر فيز. هلا بنحضر الووتر فيز، راح نضيف من الووتر 14.4 جرام، طالما الدنسيتي لها واحد يعني راح اضيف 14.4 مل. راح اضيف 4% جرام من البنزويك اسيد اللي هو البريزرفاتيف، وراح اضيف من الاس ال اس 0.4 جرام. طبعا راح احركهم وادوبهم واحطهم بالووتر باث مع الاويلي فيز. بعد ما ذابت تاكدنا انها ذابت الاويلي فيز، راح ناخذ الووتر فيز وبنحطها شوي شوي على الاويلي فيز مع التحريك. هلا رح نكمل اضافه الووتر جرادجوالي للاويل فيز. رح نستمر بالتحريك قبل ما نتاكد انهم اتجانسوا تماما، وبعدين رح نطلعهم من الووتر باث. بعد ما طلعناهم من الووتر باث رح استمر بالتحريك بشكل بطيء لبين ما يتجمد معي الكريم، وبنقله للكونتينر اللي رح احطه فيها. طبعا رح نستمر بالتحريك لبين ما يجمد عندي الكريم، بنقله للكونتينر اللي هي الجار، وبصفي عندي بس اعمل الليبلينج. بالنسبه للليبلينج احنا عندنا الليبل مين ليبل والاكزلري ليبل. المين ليبل بنحط عليها اسم الاسم التاريخ ورقم الوصفه، اسم التحضير اللي احنا عملناها هي الفانيشينج كريم 20 جرام فانيشينج كريم بريتش فارماكوبيا، الستور ان كول بليس. بالنسبه للاكزلري ليبل هي كيپ اوت ريتش اوف تشيلدرن فور اكسترنال يوز اونلي ودونت ابلاي اون بروكن سكن. بالنسبه لهلا للخط اللي احنا رح نكتب فيه، رح نكتب خط احمر ريد لانه هي للاكسترنال يوز.